السلام عليكم طلاب الملاليه كوزين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نوجدوا معكم الرجله. هذا الرجله لقيتها في السوق وجبتها، انتما كتشوفوا راه شدتها الوالده الله يعطيها صحيحتها، غسلتها مزيان ونقاتها وقطعتها. المهم عندي هنا الثومه، عندي هنا هذا القزبر بمعدنوس، المهم القزبر زايد ديالنا مقطعو عندنا في الفريغو. المهم توما والربيع القزبر الزايد، الا كان القزبر يكون احسن. الشرميله ديال البقوليات كامله كتبغي القزبر يكون زايد. المهم هذه الرجله توما قزبر بمعدنوس، وندوزو للعطريه. عندي هنا تحميره، كمون، الملح اللي غتملح لينا، والسودانيه والخرقوم، وما نساوش زويته بلديه. هادشي اللي غادي نحتاجو لهذا البقوله هذه. مهم خليكم معنا. وطريفه ديال اللحم مصير هذوك حتى الاخر، الزيت والعود اللي بغى يديرو حتى هو اختياري حتى الاخر. المهم خليكم معنا حتى الاخر باش تشوفوا الرجله ديالنا ان شاء الله يا ربي من بعد ما كطيب كي كتجي. المهم دابا غادي ندير كلشي وغادي نديها طيب، نتوما عارفين دابا. بسم الله غادي نقص عليها، نزيد واحد نص كاس ديال الماء ونقص عليها ونخليها طيب على خاطرها. المهم نتلاقاو من بعد ان شاء الله يا ربي. كما كتشاهدوا هذه الرجله ديالي ها هي بدات كطيب. طيب المهم راني ناقصه ليها البطاط ونخليها طيب على خاطرها. راه هي كتطلق الماء، راه غير ديك نص كاس صغير ديال الماء اللي زدت فيها غير في الاول، ومن بعد هي طلقت الماء ديالها. دابا غتبقى طيب في ديك البدايه ديالها حتى توجد. هو المهم خليكم معنا نتلاقاو من بعد ان شاء الله يا ربي من بعد ما طيب غنوري لكم الشكل ديالها. راها كتجي لذيذه وكتجي صحيه وغزاله غزاله الصراحه. هاد الرجله انا كتجيني احسن حتى من الخبيزه. هو المهم الا لقيتوها غير استغل الفرصه وشريوها، راها كتجي لذيذه الصراحه حتى طبيعيه وحتى صحيه ولذيذه بزاف. المهم قول لي ما راك بلا 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 حتى نتلاقاو من بعد ان شاء الله يا ربي. خليكم معنا ما تمشيو فين حتى تشاهدوا الاخر ديال الفيديو ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف، هذا غير فضلا وليس امرا، رانا غير كنضحك معكم. المهم ماشي بالدراع منكم، الا بغيتو الا شفت على خاطركم تشاهدوا الفيديو حتى الاخر، والا ما بغيتوش نتوما حرين. المهم شكرا لكم بزاف، وراني كنبغيكم واحد واحد وحده وحده. وشكرا لكم كلكم كلكم كلكم، يلا تبقاو على خير حتى من بعد ان شاء الله يا ربي. ونتلاقاو باش من طيب نوري لكم الشكل ديالها النهائي ان شاء الله يا رب. ايوا ها نتوما كتشوفوا البقيله ديالنا ديال ولا البقوله ديالنا ديال الرجله، راه هي كتجي على الشكل هذا ان شاء الله. طاب الدابا وتشحرات. المهم نتمنى تعجبكم دائما فضلا ليس امرا، لايك تعليق ابوني باش يبقى يوصلكم كل جديد. المهم الرجله ديالنا راه كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله يا ربي كما قلت وعاودتها، نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوا وتردوا عليا اخبار. هذه الرجله ولا البقوله بالطريقه ديالي. المهم صدقوني راه كتجي لذيذه لواحد الدرجه اللي قلت لكم حتى تجربوها تردوا عليا الخبر، واحد الدرجه اللي ما تصوروش اللذه ديالها الصراحه. الله دائما كنقولها ونعاودها، حاجه اللي طبيعيه راكم عارفين راها كلها صحيه كلها فيتامينات. زعما الصراحه الا لقيتوها غير ما تردوش غير شريوها، راها كتجي لذيذه. انا راه بالصدفه لقيتها قبيله في السوق وصافي مشيت لها ديريكت هزيتها. الصراحه قليل في مكان نلقاو بحال الرجله ولا الخبيزه ولا نلقاها الواحد ما يترددش يشري. راه مفيد للذات بزاف بزاف، ماشي حاجه اللي طبيعيه. والمهم كثرت عليكم بزاف هذا المهم، وكثرت عليكم الهضره بزاف وهي بركه. خليت لكم الراحه ولهنا وحتى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده، ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله يا ربي تجربوه وتاكلوه مع احبابكم وعائلتكم بالصحه ولهنا طول العمر ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم وباي باي حتى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي.